للتعرف على مترشحي الدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، يمكن لكل ناخب النفاذ إلى رابط الموقع candidat2023.easy.tn، وللتعرف على دائرته الانتخابية ومركز الاقتراع يمكن له عبر هاتفه المحمول أن يستأنس بخدمة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف دياس أو 18 14، أو ببساطة يمكن له متابعة الومضة التفسيرية للحصول على مزيد المعلومات. وهذا في سياق فترة انتخابية تؤكد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه يتعين على جميع المتداخلين فيها من مترشحين وناخبين ومجتمع مدنيين احترام ضوابطها. فترة ستمتد إلى حين ضبط موعد نهائي الدور الثاني من هذه الانتخابات. ورشح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي النصري أنه من المتوقع إجراؤه في 4 فبراير القادم، وهذا موعد في تقديره من شأنه أن يعطي للمترشحين حيزا زمنيا جيدا لخوض حملتهم الانتخابية التي من المنتظر أن تكون ما بين 21 جانفي و2 فبراير القادم، مضيفا أن هذا الموعد يأتي في عطلة مدرسية ويعد موعدا مناسبا لكل هذه الاعتبارات، وذلك إثر انقضاء كافة أجال الطعون والإعلان عن مآلاتها من قبل المحكمة الإدارية في 18 جانفي على أقصى تقدير. وأضاف النصري في تصريح أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدمت طعنا وحيدا للدور الاستئنافي ضد حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية يتعلق بنتائج مترشح، مشيرا إلى أن المصادقة على رزنامة الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية وعلى النتائج النهائية للدور الأول لهذه الانتخابات وأعلام المترشحين المعنيين بهذه النتائج سيتم في 20 جانفي، أي بعد يومين من الإعلام بمآلات الطعون. وأضاف النصري أيضا أن انتخابات الدور الثاني ستجرى في 700 دائرة انتخابية من جملة 2129 دائرة، وهو ما يمثل 36% من الدوائر الانتخابية، كما أن هذه الدوائر تشكل 295 مجلسا محليا من جملة 279 مجلسا. وفي سياق الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية، قال محمد التليلي النصري إن 4,192,000 ناخب مسجل معنيون بالاقتراع في 2039 مركز اقتراع للتصويت ل 1560 مترشحا بمختلف الدوائر الانتخابية.